السلام الله عليكم، موجز الأخبار من قناة تن من القاهرة، أهلا بكم. نجحت قوات الشرطة في التصدي لمجموعة إرهابية حاولت الهجوم على كمين أمني بطريق الساحلي لمدينة العريش رغم استخدامهم للأسلحة الثقيلة وإطلاق قذائف الار بي جي. وعثرت القوات بجانب الكمين على سلاح ار بي جي وثلاثة أحزمة ناسفة وعشرة عبوات ناسفة وأربعة أسلحة آلية وثلاثين خزانا آليا وكاميرا كانت ستستخدم في الهجوم. ووفقا لبيان وزارة الداخلية، فقد أسفر تصدي القوات عن مقتل أربعة من العناصر الإرهابية المهاجمة للكمين وفرار باقي المجموعة. أعلنت وزارة الصحة والسكان وفاة حالتين بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية ليصبح إجمالي حالات الوفاة 45. وأشار رئيس البعثات الطبية للحج محمد شوقي إلى أن المتوفيين الاثنين توفيا إثر هبوط حاد في الدورات الدموية والتنفسية، مشيرا إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغا بالوفاة، لافتا إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة. أعلنت غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء عدم ورود أي شكاوى من المواطنين خلال فترة عيد الأضحى مع استقرار تام للأوضاع بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في سياق تقريرها بشأن نتائج أعمالها على مدار أيام عيد الأضحى المبارك. وأوضحت الغرفة انتهاء فترة انعقادها بالنسبة للعيد مع استمرار انعقادها بهدف متابعة موقف الحجاج المصريين بالأراضي المقدسة، وذلك حتى عودة آخر فوج للأراضي المصرية. أعلن محافظ أسيوط ياسر الدسوقي أن مستشفيات مديرية الصحة والتأمين الصحي بأسيوط أنهت قوائم الانتظار لمرضى الجراحات والتدخلات الحرجة. أشار المحافظ أنه تم إنهاء جميع قوائم الانتظار لمرضى الجراحات الحرجة بمستشفى التأمين الصحي بالمحافظة والبالغ عددها 110 حالات، بالتنسيق مع قافلة طبية مكبرة من كافة التخصصات الطبية من الأطباء المتخصصين وكبار الأساتذة، وتم إجراء العمليات الجراحية لهم. جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بسرعة إنهاء قائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة ومجانا مع مراعاة الحالات الحرجة. أكد النائب العام المستشار نبيل صادق أن اللجنة الثلاثية المشكلة من الأساتذة المتخصصين والسابق ندبها بقرار من النائب العام انتقلت إلى الغرفة الفندقية التي كان يقطنها السائحان الأجنبيان الاثنان من رعايا المملكة المتحدة واللذان توفيا فيها، وأجرت المعاينة والفحص الدقيق لكل الأجهزة. أتبين عدم وجود أي تسريبات أو انبعاثات لأي غازات سامة أو ضارة أو غير مألوفة، وأن جميع الأجهزة تعمل بكفاءة ولا يوجد بها أي عيوب. استقبل مطار الأقصر الدولي اليوم رئيس جمهورية فيتنام تراي داي كوانغ برفقة عدد من أفراد أسرته والمرافقين لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، حيث يبدأ الرئيس الفيتنامي زيارته لمصر اليوم بجولة في مدينة الأقصر يزور خلالها معبدي الأقصر والكرنك ومنطقة وادي الملوك ومعبد حتشبسوت بالدير البحري. وسيتم خلال الزيارة توقيع بروتوكول تعاون سياحي بين دولة فيتنام ومحافظة الأقصر. تامت الخارجية الروسية الغرب بالبحث عن أي ذرائع جديدة لطرح مسألة تغيير السلطة في دمشق، وأشارت الخارجية لأن روسيا مستعدة لتلك السيناريوهات وستقوم بكشفها، موضحة أن موسكو طلعت على تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بخصوص سوريا، وعلى ما يبدو أن التهديدات هي اللغة الوحيدة التي تتحدث بها أمريكا في الوقت الحالي على حسب تعبير الخارجية، محذرة واشنطن وحلفائها من أي خطوات متهورة جديدة في سوريا. أعلنت شركة سيمنز الألمانية العملاقة للصناعات الهندسية التراجع عن أنشطتها في إيران، وقالت إنها ستواصل اهتمامها بالالتزام الصارم بكافة قيود التصدير وكافة اللوائح، مشيرة إلى التزامها حتى فيما أطلقت عليه العقوبات الثانوية الأمريكية. انضمت سيمنز إلى أكثر من 200 شركة ومؤسسة وبنوك أعلنت انسحابها من إيران. ختم الموجز، السلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته.